إلهي، كيف أواجه أول يوم من أيام هروبي وأنا لا أملك ثمن لقمة، وليس لدي ما ألبسه سوى الثوب الذي علي؟ ترى ما الذي يفعله السيد الآن؟ أتراه يبحث عني؟ صباح الخير. صباح النور. السيدة غريبة عن القرية. نعم، وصلتها قبل قليل. هل تسمح لي بسؤال؟ تفضلي تفضلي. هل أستطيع أن أجد لي عملا في هذه القرية؟ لا أعتقد، هذه قرية صغيرة، لا يوجد هنا سيدة ثرية بحاجة إلى خادم. إنهن يقضين أعمالهن بأنفسهن. ما الصناعة الرئيسية في هذه القرية؟ أعني ما العمل الذي يمارسه أكثر الناس هنا؟ البعض يعمل في الزراعة، والبعض يعمل في مصنع صغير لرجل ثري. هل يستخدم صاحب المعمل نساء في معمله؟ السيد فايز لا يستخدم في مصنعه سوى الرجال. لعلي أكثرت عليك من الأسئلة، شكراً، أستأذن. على النساء الفقيرات أن يحتلن على الحياة. مساء الخير، هل هذا بيت شيخ القرية؟ مساء الخير يا ابنتي. نعم هذا بيته. هل هو موجود؟ لا يا ابنتي،
ذهب إلى القرية المجاورة لزيارة مريض. هل أستطيع الدخول للاستراحة؟ أهلا وسهلا يا ابنتي، تفضلي. شكرا. استندي على ذراعي. لا بأس عليك يا ابنتي، تعالي تعالي، استريحي هنا. يجزيك الله خيرا يا عمتي. تمددي هنا لتستريحي. السلام عليك يا أمي. وعليك السلام، أهلا بك. هل سأل أحد عني خلال غيبتي؟ فتاة غريبة سألت عن والدك، وصلت مرهقة تكاد تسقط من الإعياء. فتاة غريبة، هل استقبلتها؟ هل رحبت بها؟ أدخلتها وهدأت من روعها. هل عرفت من تكون وما شأنها؟ لم يتوفر لي الوقت بعد كي أسألها. أمي، هل تبين لك أنها من الفتيات الشاردات؟ لا يبدو ذلك عليها يا بني. أتريد أن تراها؟ ما دامت مرهقة وما دمت مطمئنة إليها فلا داعي، فلا داعي للعجلة في رؤيتها. دعي ذلك إلى صباح الغد إن شاء الله. سأجهز لك العشاء. هاتيه إلى غرفتي يا أمي بعد أن توفري للفتاة كل أسباب الراحة. صباح الخير. صباح الخير يا ابنتي. صباح الخير يا ابنتي. هل تشعرين بتحسن؟ أنا بألف خير، والفضل في ذلك لهذا البيت الكريم من بعد الله. ما اسمك يا ابنتي؟ هزار صالح. عاشت الأسماء. سأجهز لك طعام الفطور يا هزار. لا لا تتعبي نفسك يا عمتي، سأذهب بعد قليل. تذهبين هكذا بدون طعام؟ لا، لن يحصل هذا. سيراك ابني بعد قليل. السلام عليك. مرحبا بك. تفضلي استريحي. هل قدمت لهذه القرية من مكان بعيد؟ أتيت من الشمال بسيارة نقل كبيرة. وهل كنت تقصدين هذه القرية بالذات؟ لا، نزلت في مكان بعيد عنها، وبعد ارتحال السيارة تذكرت أنني نسيت فيها حقيبتي وكل ما أملك. الحقيقة أنني لم أكن أدري إلى أين كنت ذاهب. وهل كان في الحقيبة أشياء ثمينة ذات قيمة؟ ثيابي ومبلغ قليل من المال. لماذا تركت المكان الذي كنت فيه وهمت على وجهك دون هدف محدد؟ أرجو أن تعفيني من الجواب. عفوا يا أختي، أنا لا أريد التدخل في خصوصياتك، ولكني راغب في مساعدتك. أديتم لي كل كرم وحسن ضيافة، يجزيك الله ويجزي عمتي كل خير. هل لديك جهة معينة ستقصدينها إذا رحلت عن بيتنا؟ أرغب في البحث عن عمل ومأوى. البحث عن عمل؟ لا يبدو عليك سماء المستخدمات. يبدو أن لك قصة، ولكن ما دمت ترغبين في التكتم فلا داعي لإحراجك بكثرة الأسئلة. أين أستطيع أن أجد عملا شريفا؟ عليك أن تتوجهي نحو الجنوب
حيث تجدين منتجعا لعدد من الأثرياء، اقصدي أحدها لعلك توفقين بإيجاد عمل. هل هي بعيدة عن هنا؟ مسافة ساعة سيرا على الأقدام. أشكركم على ضيافتكم لي، لن أنسى معروفكم أبد الدهر. أستغفر الله، أستغفر الله العظيم، نحن لم نقم إلا ببعض الواجب. هل ستذهبين دون مقابلة والدي؟ حسنا، أنتظره ريثما يعود. سيدي اغفر لي تطفلي يا سيدي، احضرت لك كوب من العصير، تفضل يا سيدي. ارجوك يا سيدي ارحم نفسك، انت لم تاكل شيئا طوال اليوم. لن تجد ما تبحث عنه يا سيدي، أعذرني يا سيدي، أنا أخفيت السيجار، لن أسمح لك بالتدخين قبل أن تأكل شيئا. أنت تقسو على قلبك وصحتك يا سيدي، أنت تدخن دون أن تتناول طعاما، هل يجوز هذا يا سيدي؟ قد تغضب مني لأني سمحت لنفسي بهذا التصرف، لكني أراك أمام عيني وأنت تكاد أن تقتل صحتك بإهمال نفسك. اشرب هذا العصير وسأحضر لك السيجار حالا.
ماذا تريدين؟ اسمح لي أن أتحدث إلى أهل الدار. من أنت؟ غريبة، ضللت طريقي وسط الغابات ودهمني الليل. من دلك على هذا البيت؟ عناية الله، هل أستطيع المبيت هنا الليلة؟ أنا متعبة وجائعة جدا. ابقي حيث أنت ولا تدخلي، سأعطيك كسرة خبز، لكن لا تطمعي بإيجاد مأوى لمتشردة في هذا البيت الطاهر. أتوسل إليك أن تدعيني أتحدث إلى أهل الدار. شنيع جدا أن تتسكع فتاة في مثل سنك عبر الغابات وسط هذا الليل، لن تري أهل الدار. ستقتلني الحمى إذا طردتني. أرجو أن تسمح لي بالمبيت هنا الليلة. أنا لا أعرف إلى أين يجب أن أذهب. أنت تعرفين من أين أتيت وإلى أين تذهبين. خذي هذا وابتعدي. لا بأس عليك، لا بأس. ما بك يا فتاة؟ ليس أمامي سوى الموت يا سيدي. الموت مكتوب على الناس كلهم، لكن ليس من العدل أن تموت. سيدي باسم. حليمة، لا يجوز الحكم على إنسان من خلال مظهره الخارجي. ابتعدي. تعالي معي. لا أدري، وجدتها عند باب البيت تكاد تسقط مغشي عليها. إنها شاحبة شحوب الموت. رأسي يبدو أنها واجهت عذابا قبل أن تصل إلى بيتنا. إنها محمومة، لعل الماء يفيدها. حليمة، هاتي قليلا منه. وقدمي إليها خبزا وحليبا. ما اسمك يا فتاة؟ هزار عبد القادر. أين كنت تقيمين؟ أقصد أين أهلك؟ يجب أن نعرف ذلك لنتمكن من إخبارهم بأمرك. لا داعي، سأرحل بعد قليل. لا، لن ندعك تخرجين في مثل هذا الوقت وأنت على هذه الحال. تبدو فتاة منبوذة متشردة. حليمة، لا تلقي بالتهم جزافا، إن بعض الظن إثم. دعوها ترتاح قليلا. المسؤول عن قسم الإعلام من فضلك. ألو، صباح الخير.
مسعود الخالد يتكلم. شكرا شكرا. أريد نشر إعلان في عدة صحف يوميا ولمدة شهر. أي نعم، سأعطيك النص. تفضل. يرجى من الآنسة هازار الصالح، هازار الصالح التي كانت تعمل مربية في قصر مسعود الخالد ثم غادرته إلى جهة مجهولة، أن تتصل بصاحب القصر عند اطلاعها على هذا الإعلان، ويرجى من كل من يعلم عنها شيئا أن يتصل بالمعلن أو بصاحب القصر الذي لن يتأخر عن مكافأته. مواصفات الآنسة هازار: سمراء مربوعة القامة، عمرها 23 سنة. إلى هنا انتهى الإعلان. سأرسل لكم من يدفع المتوجب. شكرا، مع السلامة. الشك في حبي لك. سامحك الله، لو أنك غرست خنجرا في صدري لكان ذلك أرحم. اسمعي، سأعطيك تفسيرا لما حدث بعد انقضاء عام على زواجنا، أعدك بذلك. لماذا بعد عام وليس الآن؟ اعفني من أي توضيح الآن، وابتداء من هذه الليلة ستنام معك دلال. أحرصي جيدا على إيصاد الباب والنافذة قبل أن تنامي. طابت ليلتك. فعلنا بإيواء هذه الفتاة. لو تركت خارج البيت طوال الليل لوجدناها جثة هامدة في الصباح. ترى ما الذي دفع بها إلى التشرد؟ على كل حال يخيل لي أنها لقيت شدائد صعبة قبل أن تصل إلى بيتنا. لها وجه مميز أحببته رغم شحوبه، ستبدو أجمل حين تسترد صحتها وتفيق من غيبوبتها. حالة السبات التي غلبت عليها كانت نتيجة لتعب وجوع متواصلين، لا داعي لاستدعاء أي طبيب لمعالجتها. كل ما هنالك أن جهازها العصبي مرهق جدا، يحتاج للهدوء والسكينة. أغلب الظن أنها اختلفت مع أهلها وهجرتهم. إنها في سن يؤهلها لعمل متهور كهذا. ألمح في وجهها إمارات العناد، لن تكون سهلة القيادة على ما أعتقد. خير ما نفعله لأجلها أن نقنعها بالعودة إلى أهلها عندما تتحسن حالها.
ما أن بلغوا غسلوا ثيابي وكووها. ما الأخبار الهامة في الجريدة يا باسم؟ تعرفين أنني لا أهتم بالأخبار السياسية بقدر اهتمامي بالأخبار الاجتماعية والإعلانات. أنت مرشد اجتماعي ورئيس مركز للشؤون الاجتماعية، أمر طبيعي أن تهتم لهذا، ولكن ما سبب اهتمامك بالإعلانات؟ بعضها لا يخلو من الطرافة، والبعض الآخر قد أجد فيه سبيلاً لتأدية خدمة اجتماعية لأحد المحتاجين. الطعام جاهز. شكراً. أسعدتم صباحاً. صباح الخير. كم يسرني أن أراك تركت سرير المرض يا أنسة هزار. شكراً لك. تفضلي وشاركينا طعام الفطور. ألو. نعم نعم، مسعود يتكلم. أجل إني أسمعك. لماذا تأخرت علي؟ جعلتني أتجمد قرب الهاتف ولا أدري ماذا أفعل. ها، هل تلقيتم جوابا للإعلان؟ ماذا حدث؟ ماذا جرى للناس؟ ألا يقرؤون الإعلانات؟ اسمع يا أستاذ، ضاعف نشرة الإعلان في مكان بارز وفي كل الصحف هذه المرة. سأبقى سجين الهاتف حتى أحصل على جواب. مع السلامة. هل أنت متعلمة؟ نعم، وإلى حد بعيد. لا أحسب أنك دخلت يوما ما مدرسة. أمضيت 8 سنوات تلميذة في إحدى المدارس الداخلية وسنتين معلمة. إذن ما الذي جعلك لا تكسبين رزقك بنفسك؟ لماذا تركت العمل الذي كنت تعيشين منه واخترت التشرد والتسول؟ لن أرضى أن أعيش علة على أحد. دعيني أساعدك. لا، لا أحب أن تعملي أي شيء هنا. لكني أحب أن أعينك. يداك الناعمتان توحيان بأنك لم تتعود الخدمة من قبل. على كل حال، لا تشغلي بالك بأمري أكثر مما فعلت حتى الآن. أخبريني، ما الحرفة التي يمارسها رب هذا البيت؟ السيد باسم داعية ديني، وهو رئيس مركز للشؤون الاجتماعية في قرية ليست بعيدة عن هذا البيت. تقصدين القرية التي يقوم فيها معمل المسامير؟ أجل. ما اسمه الكامل؟ باسم منصور. إنه يكتفي بهذا الاسم ولا يحب استعمال الكنية. هل لك زمن طويل في خدمة هذا البيت؟ عشت مع باسم وأختي منذ صغري. هذا يدل على أنك كنت مثال الخادمة الأمينة. أقول لك ذلك رغم أنك اتهمتني بأنني متسولة. كنت قاسية عليك، لكن قسوتي كانت من نقطة ارتيابي بك. انسي ذلك، فأنا لا أضمر لك إلا المودة. أي شأن لك في المطبخ يا آنسة؟ أجد متعة في الجلوس هنا. تعالي معنا إلى غرفة الجلوس، سنشرب الشاي معا ونتحدث. هيا. أرجو ألا تطول إقامتي هنا يا سيد باسم.
لن تطول إذا أعطيتني عنوان أهلك لأكتب إليهم. لا أهل لي ولا بيت. هل تعنين أنك وحيدة لا أقرباء لك البتة؟ ليست لي أي صلة تربطني بي بنسيب ولا قريب. هذا وضع غريب بالنسبة لفتاة مثلك. أين كنت إذن قبل أن تتركي باب بيتنا؟ اسم المكان الذي كنت أعمل فيه والشخص الذي كنت أقيم عنده سر من أسرار الخاصة. من حقك أن تتكتمي وليس من حقنا أن نفرض عليك الإجابة. كيف أستطيع مساعدتها إذا لم أعرف شيئا عن ماضيها؟ مهمة أخي باسم الأولى مساعدة الآخرين. إنه داعية ديني ورئيس مركز للشؤون الاجتماعية. أرغب في مساعدتك حقا يا آنسة ما دام غرضك شريفا. أخبريني ما الذي تتقنينه من العمل؟ تعلمت في ملجأ الصلاح لليتيمات وتخرجت منه. لابد أنك سمعت به بوصفك مسؤولا في الشؤون الاجتماعية. أعرفه وأعرف مديرته والجمعية الخيرية التي تغذيه. غادرت هذا الملجأ قبل عام تقريبا وعملت مربية خصوصية في بيت، لكني اضطررت لمغادرته مؤخرا. ما السبب الذي حملك على ترك عملك هنالك؟ لأسباب خاصة أرجو أن تسمح لي بالاحتفاظ بها. لا تحملها على المزيد من الكلام يا باسم أرجوك. قلت إن اسمك هو هزار عبد القادر، هل هو الاسم الصحيح الصريح؟ إنه الاسم الملائم لأن أنادى به في الوقت الحاضر، لكنه ليس اسم الحقيقي في الكنية على الأقل. ولن تصرحي بكنيتك؟ لا أستطيع في الوقت الحاضر. دحى يا باسم تنعم بالهدوء ولو لفترة قصيرة. أنا واثق من أنك لن تقبل البقاء في ضيافتنا مدة طويلة. أرجوك دلني على عمل ودعني أمضي إليه، لكن إلى أن تجد لي ذلك العمل أرجو أن تسمح لي بالبقاء مع أختيك الكريمتين. بل ستبقين معنا، ستبقين دون شك. أختايا نوال وبسمة تجدان متعة في بقائك هنا يا أنسة هزار كالمتعة التي يجدها الإنسان حين يحتضن طائرا جمد السقيع ساقيه وجناحيه. أما أنا فأجدني نزاعا إلى دفعك نحو فرصة عمل تمكنك من إعالة نفسك. هذا ما أرجوه منك يا سيدي. لا تتوقعي مني فرصة ذهبية، أنا لست أكثر من داعية ورئيس مركز للشؤون الاجتماعية في قرية صغيرة. الآنسة قالت إنها راغبة في الحصول على أي عمل يا باسم. لن أرفض أي عمل تعرضه علي. ما دامت هكذا رغبتك فإنني أعدك بالمساعدة بالطريقة التي أراها ملائمة. لدي ارتباط عمل، علي أن أذهب. أستاذ. دائما وحيد، لماذا لا تأتين وتجلسين معنا؟ إن منزلكم الريفي الهادئ الجميل يوحي بالتأمل والتفكير. وهل لي أن أعرف بماذا تفكرين؟ أفكر في الأيام التي أمضيتها معكم حتى الآن. لقد أصبحت أسيرة لحنانكم وطيب معشركم، خاصة أنت وبسمة. وباسم؟ أعترف بأنني ما زلت ألاقي صعوبة في التألف معه. أعتقد أنه يفتقر للشعور بالطمأنينة وكأنه يبحث عن شيء ينقصه. هناك جوانب أخرى ستعرفينها فيما بعد. هو الآن قلق بسبب مغادرتنا القريبة لبيت أنا وبسمة. إلى أين؟
للعمل كمربيتين في المدينة. إذن إقامتي هنا يجب أن تنتهي. نعم، ولكن ليس قبل أن نجد لك العمل والمسكن. السيد باسم يرغب في التحدث إليك يا آنسة هزار. طاب مساؤكم. مساء الخير. أهلا هزار. مساء الخير. هل لك أن تجلسي يا آنسة؟ جلوسك بيننا متعة كبيرة لنا يا هزار. شكرا. أرجو أن تكون قد تمكنت من إيجاد عمل لي يا سيد باسم. نعم، وأعتقد أنك ستقبلين الوظيفة التي سأعرضها عليك الآن. ما نوع ذلك العمل؟ القرية التي أعمل رئيسا للمركز الاجتماعي فيها لا تزال فتياتها الصغيرات محرومات من العلم، وقد نجحت مؤخرا بتأسيس مدرسة لهن مع ملحق سكني، وتم تأثيثهما على نحو بسيط حسب إمكاناتنا المحدودة التي وفرها لنا ثري له مصنع في المنطقة. هذا شيء رائع. تعهدت ابنة صاحب المصنع أن تدفع نفقات تعليم يتيمة من تلميذات المدرسة. هل ترضين أن تكوني هذه المعلمة يا آنسة؟ طبعا أرضى وبكل سرور. حسنا إذن، متى ترغبين في استلام العمل؟ غدا، غدا أمضي إليه إذا شئت. ليكن إذن. ما الذي يشغل بالك يا سيد باسم؟ لا أعتقد أنك ستمكثين طويلا في تلك القرية. لا لا. ما الذي يدعوك لمثل هذا الاعتقاد؟ أقرأ ذلك في عينيك، إنهما ليستا من النوع الذي يعد بالتشبث بنمط حياة هادئ. لست طموحة للحد الذي تحسبه يا سيد باسم. لا قيمة لأي إنسان بلا طموح. أنا مثلا لا أرضى لنفسي أن تتحكم بها عاطفتي. إنني أعمل بما يمليه علي عقلي ومطامحي، لهذا لن أبقى حبيس عمل الحالي، لأن رسالتي أبعد وأوسع. إنني داعية، وعلى الداعية أن يتوغل في المجاهل التي يجب أن تصل إليها كلمة الله. إنني بإقامتي هنا، ببقائي وسط هذا الأفق المحدود، أخالف طبيعتي التي وهبني الله إياها. يبدو أنني دخلت في موضوع لا يهمك يا آنسة. أستأذن. يهبط علي وأنا في غرفتي الصغيرة ضمن عالمي الجديد. أيهما أفضل؟ أن أصغي لصوت العاطفة وأغرق نفسي في الشباك الحريرية، أو أكون مدرسة قروية في زاوية جبلية منسية من بلادي؟ مساء الخير. مساء الخير. تفضل سيد باسم. لا أستطيع،
حملت إليك رزمة تركتها لك أختان، أظن أنها تشتمل على علب ألوان وريشات للرسم. لطف كبير منهما أن تهدياني أدوات للرسم، شكرا. كيف وجدت عملك عبر اليومين الماضيين؟ أعتقد أنني سأنسجم مع تلمذاتي. تفضل تفضل. أرجو ألا تكون محتويات هذه الغرفة قد خيبت أملك يا أنسة. أنا راضية وسعيدة جدا بها. أرجو أن تشعري فعلا بالرضا، وأنا على يقين من أنك لن تشعري بالندم على ما تركته وراءك من ماض تصرين على كتمان جوانب كثيرة منه. قاومي بثبات دوافع الإغراء التي تدعوك للالتفات نحو الماضي. واصلي عملك الراهن بهمة طوال أشهر معدودات على الأقل. لماذا الأشهر المعدودات على الأقل وليس دائما؟ من الصعب، أعني من الصعب على الإنسان مقاومة رغبات النفس زمنا طويلا وأن يعدل طبيعة النوازع البشرية. أعرف ذلك بالتجربة، وقوة النفس تتبدأ بمقدار ما يستطيع المرء أن يقاوم ويلتمس غذاء آخر لعقله ونفسه. قلت إنك تعرف ذلك بالتجربة، ماذا عنيت؟ قبل سنة كنت راهن صراع وتعاسة كبيرة بسبب اعتقادي بأنني أخطأت في اختيار عملي كداعية. كنت أتحرق شوقا لحياة دنيوية أكثر نشاطا وحيوية. وبعد ذلك ما الذي حدث؟ بعد فترة من التخبط وسط ظلمات تلك النزعات أشرق في نفس الفجر وجاءني الفرج. سمعت نداء من السماء يدعو نفسي إلى أن تنهض وتنشر جناحيها وتحلق طائرة نحو آفاق أوسع، حيث تؤدى كلمة الله إلى الذين لم تصلهم بعد في مجاهل إفريقيا. وهل استراحت نفسك بعد ذلك النداء؟ كل الراحة، وفوق هذا تزودت الشجاعة والعزم. إنني راحل إلى هناك بعد بضعة أشهر. تصبحين على خير. مرحبا أستاذ باسم. مرحبا أنسة لمياء. المدرسة أليس كذلك؟ أجل، كنت أحسبها عانسا فاتها قطار الزواج. يبدو أنها مخلصة لعملها، لم يدفعها الفضول لمعرفة من أنا، لا سيما أني أقف معك. إنها فتاة كبيرة الثقة بنفسها، معتدة بشخصيتها، مؤمنة بعملها، ثم إنها رسامة فنانة مرهفة الحس. يبدو أنك عرفت عنها الشيء الكثير يا أستاذ. أعرفها منذ شهرين، آن لي أن أحدد بعض معالم شخصيتها. هل قلت إنها رسامة؟ أجل، أرغب في التعرف إليها، هل من مانع لديك؟ أنت المنفقة على اليتيمة التي تخدمها، وأبوك صاحب الفضل بتحقيق مشروع المدرسة.
لم لا؟ بل بكل سرور. متى؟ بقيت لها حصة واحدة وينتهي العمل، سترينها بعد قليل. هذا من حسن حظي، سأكسب وجودك معي بعض الوقت لنتحدث في مشاريع المستقبل. تعال نتجول وسط الغابة. مستقبلي تحدد يا أنسة، سأرحل بعد بضعة أشهر إلى إفريقيا لنشر الدعوة هناك، لن أتراجع عن قراري. حسنا، يمكننا أن نتحدث بما ستفعله هناك. تعال تعال قبل أن يمضي الوقت. ادخل. سيدي، هناك شاب يريد أن يراك. من هو؟ يقول إنه ابن واعد القرية، يريدك لأمر ضروري جدا. ليدخل. حاضر، تفضل. السلام عليك أيها السيد. أهلا وسهلا، تفضل. هل من خدمة؟ نحن في خدمة الله والخير، ولقد أرسلني والدي لأمر يتعلق بخدمة إنسان. ما الأمر؟ هل تعرف فتاة تدعى هزار الصالح؟